التلميذ الذكي. سمعت أنك أذكى تلميذ في المدرسة، ولذا ما رأيك أن أختبر ذكائك؟ أنا لم أقل يوما أنني أذكى تلميذ، ولكن لنرى. حسنا، إذن أريدك أن تحضر لي من السوق أفضل قطعة من اللحم. فذهب التلميذ إلى السوق واشترى لسانا وأعطاه للمعلم. والآن أريدك أن تحضر لي أسوأ قطعة من اللحم. فذهب التلميذ إلى السوق واشترى لسانا أيضا. فتساءل واندهش المعلم، لماذا أحضرت لسانا مرة أخرى؟ فأجابه التلميذ، لم أجد أسوأ وأفضل من اللسان، لأن اللسان يمكنه أن يؤذي الناس ويغضب الله، كما يمكنه أن ينفع الناس ويرضي الله.